هو أبو المدرسة الإعلامية الجزائرية، رمز من رموز حرية التعبير بالجزائر، واحد ممن أرخوا لمهنة المتاعب، تخرج على يديه أجيال وأجيال، ساهم في تكوين الشباب. إنه البروفيسور زهير إحداد ابن مدينة بجاية. بعد ما حطموا المدينة الأصلية، يعني أنا في هذا الكتاب هذا حاولت أن أسترجع هذه الصورة القديمة لمدينة بجاية. تحصل الأستاذ على شهادة الليسانس في اللغة العربية وأدابها من جامعة الجزائر، ليتوجه بعدها إلى باريس ليفتك شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية. كان مثال ما خطكش، كان ما كانش يتهلا بروحه، كان يتهلا بالاخرين، كان دائما كان في دائما في عالم الفكر، حتى بابور لينا حنايا. كان اب لأتم معنى الكلمه، كان كي يدخل الدار تقريبا ينسى كاع العمل تاعو على برا، يعني رغم ان العمل تاعو كان في العلم كلش، لكنه في المنزل كان يقوم الدور تاعو كاب، يساندنا ويساعدنا في العمل تاعنا ويشجعنا في الدراسة تاعنا، وكي كملنا الدراسة يشجعنا في العمل تاعنا، وممكن يعاوننا معنويا وماديا. انخرط إحدادا في العمل النضالي في حزب الشعب الجزائري إلى غاية سنة 49,900 بقسنطينة، لينتقل بعدها إلى العاصمة لمواصلة دراساته العليا. تقلد عدة مناصب، ألقي عليه القبض من طرف الاستعمار أنذاك ونفي إلى مدينة وهران، ليتوجه إلى المغرب لمواصلة عمله النضالي. رفيق كفاح للأستاذ المجاهد المرحوم زهير إحداد، عرفته في مدينة تطوان أين كنا نعمل في المقاومة والمجاهد معا، وقد عرفت منه الإخلاص والوفاء والمثابرة وحسن السلوك، وكثر الله من أمثاله ورحمه الله. عاش حياته كلها بحثا وتنقيبا عن تاريخ البلد، ومناضلا سواء قبل الثورة، خلال الثورة، وبعد الثورة. أعتقد أن الأستاذ زهير إحدادا مختصر في شعار الأربعينية، هو رجل علم ومعرفة، وهو رجل مقاومة بدأ من حزب الشعب الجزائري وانتهت بجبهة التحرير، وهو الذي كان أحد المؤسسين والأعضاء المؤسسين لاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين، وأحد منشطي إضراب 19 مايو 56، وأحد مؤسسي لجريدة المقاومة، جريدية المقاومة والمجاهد. فهو مجاهد، أحد المساهمين في الحركة الوطنية منذ 1947، ثم انضم إلى الثورة في 55، وبعد انضمام للثورة يعني ساهم في تأسيس إعلام الثورة. ساهم البروفيسور إحداد في تأسيس المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، وذلك بعد عودته للوطن، ومن ثم تحول إلى تأسيس المدرسة العليا للصحافة، درس بها وتقلد بها عدة مناصب، فكان آخرها مديرا لها. في أول محاضرة دخلتها وأنا في سنة أولى ليسانس في سبتمبر 1990، والأستاذ كان يدرس تاريخ الصحافة الجزائرية وهو أحد مؤسسيها، لم نعرف إلا بعد سنوات بأنه كان في فريق المجاهد والمقاومة. الرجل تحدث عن تاريخ الصحافة وشعرنا بأنه يتحدث عن شيء عايشه، ولكن لم يقل يوما بأنه كان من مؤسسي أي شيء، لأن هذا الرجل هو رجل متواضع لم وعمل على أن لا يستخدم الثورة مطية للحصول على ريع سياسي أو اجتماعي. قام مقامات الجزائر ومقامات الجامعة الجزائرية طبعا، عندما نعود إلى الوراء، هو أستاذي درسني في 1991 طبعا،
من الأساتذة الذين لم نقطع معهم العلاقة طبعا حتى بعد مرور السنوات، لم يقطع العلاقة مع كلية علوم الإعلام والاتصال. استضفناه عدة مرات ليقدم محاضرات للطلبة، محاضرات للطلبة طلبة السنة الأولى في مقياس تاريخ وسائل الإعلام. تخرج على يديه العديد من أساتذة وصحفيين، فكل المؤسسات الصحفية الوطنية فيها ثمرة من ثمرات الدكتور زهير حدادن. أيضا ساهم بشكل كبير جدا في وضع أسس العلوم الإعلامية والاتصالية من حيث الدراسات الأكاديمية. أسس البروفيسور المدرسة الإعلامية في ستينيات القرن الماضي وفي أصعب الأوقات، أين كانت الكلمة صعبة والنضال لأجلها أصعب؟ أين أقام بناء الإعلام الجزائري وتصدر المشهدين الإعلامي والثقافي أنذاك؟ الأستاذ هو باحث في التاريخ، هو مؤرخ، مؤرخ للصحافة ومؤرخ لتاريخ الجزائر. ينتمي إلى جيل له الاستمرارية، قدم الكثير إلى الكلية، قدم الكثير إلى الطلبة. طبعا فقدناه ونفتقده، هذه القامة وهذا هو جزء من ذاكرة الجامعة الجزائرية، هو جزء من ذاكرة، هو كل ذاكرة علوم الإعلام والاتصال. لم يمر أحد من الكلية وكان له نعم الأستاذ. ساهم بكثير من المقالات التحليلية والفكرية، غادات الاستقلال، رجع إلى أرض الوطن وكرس كل جهوده للتعليم في المدرسة الوطنية العليا للصحافة. ناضل الراحل من أجل الحفاظ على تخصص الإعلام بالجزائر، وذلك طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات، فلولا جهوده الحثيثة لكان الآن تخصص الإعلام محتكراً من طرف المصريين أنذاك. ولم يتوقف عند ذلك، بل وإلى آخر لحظات حياته كان ينتظر صدور آخر كتاب له الذي حمل شهادته عن عصره وتخصصه، ومزج بين سيرته الذاتية ورحلته العلمية. رجل عاش كريماً، عاش بكرامته الإنسانية، عاش بعزه وكبريائه، عاش في بطريقة يمكن أن نقول بأنها متواضعة جدا، لأن الأستاذ من هذا الرعيل الذي يرى بأن التواضع هي سمة أساسية لابد أن تلتصق بالإنسان حتى يرفعه خالق الكون إلى عليين. ولفنا هذاك الشيء، يعني ماشي التضحية، ولفنا كان في العطاء العلمي وخرجنا له شويه، يعني نحبوا علمنا، يعني هذا هو الوالد لازم يعطي المثال، يقي كان اب مثالي. يعتبر الفقيد مرجعا مهما في الكتابه الاعلاميه، افنى عمره في خط عناوين كبيره وضخمه يدين بها كل اعلامي جزائري لهذا الرجل العظيم. فقد أثر المكتبات الجزائرية بعناوين إعلامية وتاريخية بعديد المؤلفات المهمة. سخر حياته كاملة للعلم. العلم عنده هي حاجة أساسية، كان دائما يعني حتى قبل الوفاة تاعه بأيام هكذا كان ما زالوا حايب يكتب على خاصة على الجزائر وعلى الإسلام وعلى التاريخ تاعنا، يعني حتى آخر لحظات من حياته هذيك كان مازال عنده إرادة يزيد يكتب. من مرة من كلية علوم الإعلام والاتصال بمسارها الطويل، كل الطلبة، كل من مر من الكلية يعرف مدخل علوم الإعلام والاتصال من خلال زهير إحدادن، يعرف تاريخ وسائل الإعلام وتاريخ الصحافة الجزائرية من خلال مؤلفات زهير إحدادن. لا أظن أنه فيه طالب لم يطلع على مؤلفاته، لا أظن أنه فيه طالب لم يطلع على مقالاته وكتاباته في هذا الإطار. هو من بسط المفاهيم للطلبة،
هو من بسط المدخل لعلوم الإعلام والاتصال للطلبة، هو من بسط تاريخ وسائل الإعلام للطلبة، يبقى تبقى معلوماته وتبقى تحديده للمصطلحات وللمفاهيم ذكرى راسخة لدى كل طالب. كل طالب مرتبط ارتباط روحي بمؤلفاته وبمفاهيمه وبمعرفه العلمية والأكاديمية. لقد كان الرحيل الكبير والخسارة الأكبر للصحافة الجزائرية لرجل أمضى عمره متمسكا بقلم لم يجف يوما في سبيل حرية الكلمة وناضل لأعلائها في أحلك الظروف. تخرج على يديه الطاهرتين ألمع الأسماء الإعلامية. فلنعد نحن اليوم لمسيرته ولنستلهم من أخلاقه الإعلامية العالية حتى لا تتوقف رسالة رجل كانت المقاومة، المعرفة والكرامة الإنسانية شعاره.